لتسليط الضوء أكثر على حالة وباء كورونا في العالم، ينضم إلينا الدكتور عثمان محمود المتخصص في الشأن الصحي عبر الهاتف من إسطنبول. دكتور عثمان، بداية مرحبا بك. بعد أن برأت منظمة الصحة العالمية الصين من تهمة نشأة فيروس كورونا، اليوم تقول إن جميع الفرضيات ما زالت مطروحة فيما يتعلق بمنشأ فيروس كورونا، كيف تقرأ هذا التناقض؟ حقيقة أهلا وسهلا بكم ومساء الخير لك ولمشاهديك الكرام. مساء. النقطة الأولى اللي نريد أن نوضحها للناس هنا أنه مرت سنة كاملة على ظهور فيروس كورونا، بالتالي حقيقة كان المفروض أنه منذ الأيام الأولى أو منذ الأسابيع الأولى من انتشار الفيروس يبدأ مباشرة المحققين بالوصول إلى المراكز والبدء بالتحقيق في هذا الموضوع. الإشكالية اللي صارت أستاذي الكريم هنا أنه الصين كنظام، النظام الصيني هو نظام أمني، يعني ممكن نقول ديكتاتوري بشكل كبير، بالتالي هذا النظام حجم الإعلام الخارجي وما أنطى أي مجال للعلماء، حتى العلماء الصينيين سجنهم في البداية ومنعهم أن يصرحون بأي تصريحات مضرة بشكل أو صورة الدولة أو الحكومة الصينية والحزب الشيوعي الصيني. لذلك الفكرة أنه للأسف اختلط جانب سياسي مع الجانب الصحي، وكانت السياسة له دور كبير بالموضوع. لذلك أنت تلاحظ وجود التناقض. التناقض اللي صار أنه هناك لدينا نظام ديكتاتوري يريد أن يحسن صورة أمام العالم، وفي نفس الوقت هذا النظام تورط بشكل ما في انتشار فيروس. لذلك هم حقيقة خسارات كبيرة، حتى هم يعني حتى كالشعب الصيني عانى كثيرا من هذا الموضوع، ليس فقط العالم. يعني أكثر من خسر حقيقة في هذه المسألة هو الشعب الصيني بسبب هذا التناقض الكبير. التناقض واضح، التناقض معروف الأسباب. قد يكون السبب الأول للتناقض هو التكتيم الإعلامي الكبير الذي مارسته السلطات الصينية منذ اليوم الأول وإلى حد شهر واحد من هذه السنة، عندما بدأت الحكومة الصينية بمنح التراخيص لمنظمة الصحة العالمية لدخول إلى ووهان لتأكد من مصدر الفيروس. هل نحن الآن أمام ضغوط سياسية دفعت هذه التصريحات المتناقضة لمنظمة الصحة العالمية؟ صراحة أنا يعني هذا السؤال فكرت فيه كثير، كيف يكون الجواب على مثل هذا السؤال. النقطة أنه منظمة الصحة العالمية في النتيجة النهائية هي منظمة تابعة للمنظمة الدولية الأمم المتحدة، والأمم المتحدة أستاذي الكريم تديرها سياسات عالمية، وهذه السياسات تتأثر بشكل كبير بموازين القوى الدولية. المشكلة أنه المتورط في هذا المجال هو الصين، وفي الجانب الآخر، وهذه طبعا ممكن نقول هي كانت قسمة العالم في هذا الوقت، أنه يحدث الفيروس مع وجود رئيس للمنظمة، لمنظمة الصحة العالمية ضعيف، لا يوجد له إسناد حقيقي من الناحية السياسية. هو الرجل من أثيوبيا، والرجل حقيقة ليس بطبيب بشري أصلا، هو رئيس منظمة الصحة العالمية، هو ناشط في مجال الصحة، هو أستاذ في البيولوجيا، لكن هو ليس طبيب بشري، وهو أخذ هذا المنصب ضعيف سياسيا، ضعيف من الجانب السياسي، لا يوجد له دعم دولي. من يعني لو كان، تتصور حضرتك لو كان رئيس منظمة الصحة العالمية أمريكي الجنسية مثلا، أو كان بريطاني الجنسية، حقيقة كان رأينا أنه أداء المنظمة سيكون أكبر وأقوى بكثير. صادف هذا الموضوع أن وجود ترامب على رأس السلطة في أمريكا، التي بدأت بالانحسار في زمن ترامب، انحسرت السياسة الخارجية لأمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية، بالتالي جعل موازين القوى داخل منظمة الصحة العالمية تذهب بشكل كبير باتجاه روسيا والصين، وهذا حقيقة كان واحد من الأسباب الكبيرة اللي أدت أنه يتم تكتيم إعلامي وينتشر الفيروس بشكل كبير، وتتأخر منظمة الصحة العالمية حتى في إعلان مستوى أن هذا الفيروس أصبح وباء بسبب ضعف من يديرون المنظمة من الناحية السياسية وعدم وجود إسناد لهم. نعم. طيب دكتور عثمان، بحسب الهيئة الأوروبية للصحة في أن يعني من المرجح أن يبقى فيروس كورونا حول العالم، كيف سيتعامل العالم صحيا مع الفيروس، لا سيما وأن كل لقاح يتبعه سلالة جديدة للفيروس؟
هذا الموضوع هو مشابه لموضوع فيروس انفلونزا. اول ما ظهر فيروس انفلونزا بدا بنفس الحاله، وبعدها بدات تظهر سلالات جديده. الان فيروس انفلونزا سنويا بطبيعه انه هذا الفيروس هو RNA وهو قابل للطفرات، يعني احنا لدينا سلسله من الاحماض النوويه اللي هي ممكن تتغير مع كل تغير بسيط يتاثر بالفيروس، وبالتالي طبعا راح ينتج عندنا طفرات كثيره. النقطة أنه العالم في لحظة ما سيسيطر على الموضوع، يعني هذا احنا نتوقعه، لكن فيروس كورونا لن ينتهي، سيتحول حسب تصورات العلماء سيتحول إلى مرض موسمي، ممكن استخدام إلى يعني لقاحات تتجدد كل سنة أو كل سنتين أو كل 3 سنوات، مثل حالة فيروس إنفلونزا. حاليا حضرتك تعرف أنه فيروس إنفلونزا سنويا له لقاح جديد مناسب للطفرات الموجودة، فقد يكون سيتم التعامل مع فيروس كورونا بنفس الطريقة، لكن هذا تحديدا منظمة الصحة العالمية تقول نحتاج إلى حوالي 3 سنوات، يعني حدود إلى حد شهر 3 مارس 2024 يكون بعدها يتم يعني السيطرة بشكل كبير على الفيروس إن شاء الله. طيب هذا تطورات طبعا. نعم، فيما يتعلق بالعراق كيف تقيم يعني الإجراءات التي ربما يعني تأخرت كثيرا؟ حقيقة مع الأسف أستاذي الكريم العراق في كارثة كبيرة، لكن لا أحد يعرف، والسبب أنه لا توجد إحصائيات شفافة حقيقية لعدد الإصابات وعدد الوفيات في العراق. الناس يعني يموتون ولا يسجلون كحالات كورونا، لأن الناس تصور أن هذا الشيء عيب أن يسجل أنه مريض أنه يعني مريض ميتهم توفى بسبب كورونا. فحقيقة المشكلة الكبيرة أنه عدم وجود شفافية في إدارة الملف الصحي بالعراق، عدم وجود سيطرة حقيقية من الحكومة على الموضوع، لذلك حتى العراق ذاهب إلى كارثة كبيرة. الآن الحكومة بدأت تنتبه لهذا الموضوع، فأعلنت بعد تأخر حقيقة متأخرة بشكل كبير، يعني جيران العراق أستاذ الكريم بدأوا بالإجراءات مواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا من قبل حوالي 5 أشهر. تركيا بدأت قبل 4 أشهر بمنع التجول في تركيا وإعطاء اللقاحات، والعراق إلى حد الآن لم يحرك ساكنة. وحقيقة العراق في المرحلة القادمة سيمر بحالة صعبة جدا، لأن العراق مع أنه هو دولة غنية ويستطيع أن يشتري لقاحات بنفسه كأي دولة أخرى بالعالم، لكنه للأسف آثر أن ينضم إلى نادي الفقراء، نادي كوفاكس اللي هو نادي منظمة الصحة العالمية لأخذ فيروس كورونا، وهو ينتظر الإعانات والصدقات، بدل ما أن الحكومة تخصص ميزانية ضخمة وسريعة وطارئة لأجل موضوع شراء اللقاحات، جعلتنا ننتظر مع فقراء العالم الآخرين إلى أن يأتينا يعني الدور، والله أعلم لا أحد يعرف بالضبط. حقيقة يقدرون أنه إلى حد شهر شباط من سنة 2022 حتى يعني ممكن أن العراق ممكن يتم التلقيح، إلى ذاك الوقت راح نكون مرينا كوارث كبيرة حقيقة مع الأسف. شكرا لك دكتور عثمان محمود المتخصص في الشأن الصحي، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول.